السلام عليكم خوت، مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم عندنا قرائبه والجن دراري. اليوم عندي لكم واحد جوج لعيبات ديروهم. اول حاجه هي تقادو البيكال في واحد البيازا كيف مكتوب في الورقه الصحيحه، امشيو تقادوها اول حاجه. ثاني حاجه عندكم هي واحد التحدي غندير لكم ان شاء الله باش نعرف شكون اللي حريفي شكون اللي خربا في السوغان، ماشي ديال البيكال فقط، بعدنا كرونو يعني شنو الوقت اللي عمرتكم، فهمتوا؟ شو على بركه الله ماشي. يلاه زري بيكالا زدتو ياه. عدنا مع كركيبة وجن اللي غادي نبيكالا الكحول البارح حليتو عليكم. جنين الناس شافوا البياسة، كاين شنو خصنا نبدلو بالضبط؟ سميشو بنو قاسية مسكينة. شنو اخر؟ شومبرا. راحي صراحة البنو تكالا الخوت، شوفو تكالا ديال بصح ولا كيجيب بياساش بزاف. ياس برديت في ناس الطوفة. يلا حل حل حل. على جنين مسطر. لا هذيك فتح لها وش هنا فتح لها دام وشاف. حل حل هذا وش هنا هاجر. لا دابا عطني هكاك. ولكن عندك حد مشكل شنو هو؟ لا خاص تدور على تدور على الجن عدي. ما لكم حلتوا معاه؟ لا جاوا غنصوروا جاوا معاك زيد صافي زيد. لا خاصة هبط هذاك هبط هذاك هبط هذاك انا هبط على هذا انا ضوي طنوبيل. يلا ويلي 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 ميسيون عاود عاود من الكوسه هذاك اخر. اوكي حليك بوليزا حيجيبو ليزا تاخر كم داخل العالم مش مشكل بوليزا تاخر قلبا. عندك جنين جيني عرفت البوليزات تعرف دينا فاسم ساعة قاسو باش تتنوى وصخية مش قاعد يدخل تسيب تكنيكة فابادرين فيه 100 كيلو. لو 200 اطلع 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 بينا الدراري باش نمشيو للوراك. رجعنا مع الجن. شنو رقيبه؟ تجيب فلوس؟ راح نخوص وصلنا باش نقدو لعبت بارح مزيانين. شون بغير لعبت بارح مزيانين. شنو هذا؟ صراحة من كيقول بياس بياسات قبل تبيس الأفريكا خاصة تبدل فلون شون بغير مبقاش تضيع مع الوقت. خويا شحال بياسة صايبتي ليا الجن فيها؟ دابا شي بدون فائده. ان شاء الله نفوت في كالا الله يبارك. من هاد الصايب ان شاء الله نديرو التحدي انا غتربحها معلوم ان شاء الله الله يسر. عدنا مره اخرى مع الدراري الزوينين. دار شكون محمس التحدي؟ انت الجن؟ محمد شوي شوي. المهم تحدي عارفين شوي الدراري عارفين الاولى زيكزاك. شي الاخرى نقادو لكم ان شاء الله. دابا طريق في كالا قادوها وروا عباد الله شنو جديد ركبنا. عرفنا الخوت سمعتي هز 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 ما تحرتش هز حط لك شي قلت لك قرعه حط لك شي في يدي هذيك هو الخيبار شنو مثلا نديرو الخيبار فوالا. شوف الجن غيركبها قرعه قسم لك الورقه على جوج طول طول على جوج ولتحت كتب كتب قسم على ثلاثه. لا ابسيلو ماشي بيدي رسم على جوج فوالا هكاك كتب اسمي امين 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 الجن وغرق عيبه هيثم. لا الفوق 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 امين الجن تما وجه الاخرى هيثم. شوف الاختبار اللي تركب انا دم اختبار مول اخويا هذا خصنا نحلوها. يا غنحل لا سد فوالا الاختبار صرا عارفه. جري الخيوط شويه كان كي شويه في الخيوط الخوت حتى غنشوف غير عيب الصايب شي خويا اقسم مع انت دير هنا خط اقسم مع ثلاثه خط. ايوا جي طوس عندنا الخوت رابح واحد غادي تحكم فيه الوقت الكوسان مزيان هذا العلو شفتها شفتها جرب طلع جرب هه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 ه
سير سير مزيان العلو هو هذاك شي اللي بغينا راه باش نضرب العلو خويا بعدا كيحط اه ايوا هذاك باش نسير العلو ها انتما الخوت امين هيثم في الكروات كل واحد نديرو فيه كرونو مزيان الرقابه صافي نخليكم الخوت ترجعوا مع التحدي اللي رجعنا مع اول متسابق امين جن اللي سينا لينا هنا تاكد انك بغيت ترشح هذا الاختبار هو هذا الاختبار انا حاسس باللي غننجح فيه ان شاء الله المهم انت شوف جرب بيكالا اخر مره عاد مورا عشان عندك ديبار من هنا الاختبار الاول الخوت عنده هو هاد جي طونسات خاصو يزيكزاكي فيهم كل واحده كيزقلها بناقص 5 ثواني كل واحده كيزقلها بشحال ناقص 6 ثواني صافي مزيان بيكالا مزيان صافي بمناسبه الخطره ديال التحدي تاعي ماشي بيكالا بوحدها بيكالا في الضو يعني تقدر تقولبو هاي شاعله الخوت شوف كل وحده كتقلب ناقص 5 ثواني وقف لي هي حدا الطوموبيل باس هذا شوف فيه هنا ارجع له ارجع شويه له صافي انا لصق رويده اللي راني معطي طوار لصق رويده اللي راني معطي طوار رويده اللي راني معطي طوار هاكي صراحه فن اختبار القياده راه صعيب شويه الخوت شوف كل وحده كتقلب 5 ثواني تنقص لك كل وحده كتقلب لك ب 5 ثواني سير على بالك شي الله بسم الله اختبار شاد الفرنك صار بالقياس عبد الوقت كيدوز هاز قلت شي الاولى ثانيه زين فرقع شي طاس الاول فرقع الثاني بلاتي بلاتي نشوف شحال غلط درت فيك نعاود الفيديو نعاود الفيديو باش نحسبك اغلاط ديالك رجعنا مع المتسابق الثاني قرق ايه اخويا شوف جن هرس ثلاثة جيطوس جيطوس تفرقع شي بجوج نقاط عنده 6 نقاط مشات ليه وعنده 4 ديال لي زوبستاكل كاع ما دوزهم يعني 4 ديال التشالنجات كاع ما دوزهم كل واحد 5 نقاط 5 ثواني ياك يا 20 ثانية زائد 6 هي 26 هو دار 20 ثانية يعني عنده ناقص 6 إلا درتي أنت سكور إكزاكت بلا تغلط أنا ربحت في الجولة الأولى إيه بحال هو عنده 46 ثانية دار هو باش دوزو 46 ثانية أنت درتي فوق 46 ثانية خسرتي عطاني نسيت نسيت نجح باش نسيت سير أخويا نجحت في حال رقيبة بلاتي ألصق رويدة ليه كل جيت أصل دوز عليه بناقص جنوقة على بركة الله سير هي قرأ بس قلت الأول قلت الثاني سير كمل حاط عنده الحق حط رجلي زيد 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 بس قلت جوج دابا عفتي على واحد عفتي على جيت أوس زيد دير رجلك دير رجلك سبي ثاني دير رجلك مستحيل تزيد بلا رجلك قاس واحد قاس واحد سكير راسي رميت دقيقة دوك قاس ثاني نري الله خرج الاخرى كنت مالي اللي رايح هو نشوف الحساب عاوتاني نشوف المهم الخوت بعد ما حسبنا كدا الفريقين كيف ما قلنا لكم الجن عندك كانت عندك 20 ثانية وعندك الاغلاط يعني هذيك الاغلاط كتزاد في الوقت زاد 29 نقطة هي 46 ثانية طوطو هاي 46 الخوت رقيب اخويا تا درتي 40 ثانية في التحدي عندك جوج اغلاط ديال لي زوبستاكل وعندك 20 لا وجوج جوج جيطوس الله يحفظك هو خوتي فان هي 54 ثانية عندك رقيب بيناتكم 8 ثواني دابا التحدي الثاني اختبار الثاني هو لاويت لاويت سهلة كتمشي من هنا كدور وكترجع هنا كندور شحال من مرة؟ غديرها 5 مرات كتشوف كتجي وحدة صافي قبل ما نعطيك كرونو جينا اش دير في التحدي شحال ثاني في الدار الله اللي عالم الله الاخر واحد الحاجه مهمه تقدر تحضر رجليك ماشي مشكل صافي سير على بركه الله حيت قرا عطيك كيسة ناري ناري جنان وحده عندك طيح سير جنان عجوج
شوية اللي قد جيني حيث أقرأ ما تدفعوش جنت يعني فيل ميد الله يحسنون تلاشا هلا في غني أبي نوى غني تلاشا حددت خلط الأمر شحال هذه هي الخمسة هذه الخمسة هذه الأخرى لا تجيني لا قصدي لك طاح شيء واحد صار بارك لك بارك لك بارك لك تجيني كون قص واحدة من هذول قص 10 نقاط الخوت انا دابا عندك خوي كل شيء دابا كنت عندك تواني ديال الشيء دوز اقرا دراري قبل ما نكملوا التحدي كي جاكم التحدي صعيب اخويا بزاف انت ما درتيش التحدي الثاني الاولاني الاولاني كي جاك بداك الاولاني ساهل شويه اي عاوني داك الدري بلاش اللي الاخر اللي عاوني انت اقرا عليك التحدي اللي كي جاك ويا انا ما عشان عيان في الاول ما عجبنيش دابا دير شي حاجه صعبه ان شاء الله المهم جيني دار 52 ثانيه نتمنى واش حنا نديرو قلب منا وصدقه الو وجد راسك سعد سير طيحها بعشر ثواني كنت زاد طيحها برجلي بيكار اللي كان تحسب عشر ثواني شحال دابا يلا الثانية هادي كيش او عندك لا تضرب طوال ثلاثة ثلاثة باقي هذا درتي 30 ثانية ايوا ايوا باقي لك واحدة الأخرى باقي باقي ناري ناري زقلها انت قرا دري بلا ملي فوالا سال الوقت عنده خويا قل منك الثواني تحبس اخويا حبس غير طيحها غنحسبك ناقص ربحك في الثانية ولكن الفرق ماشي بزاف يعني خاصكم لقاء فاصل ان شاء الله قرب بعضياتكم في النقاط صعيب لقاء الفاصل والسرعة والسرعة ان شاء الله شو غيجي فيتاز دقيق يوصل عندي ان شاء الله انا غنقاد لكم خليكم معايا رجعنا مع الجيني الجيني بينك وبين قرق ابو جوج وانا اخويا انت اللي رابح الا حافظتي على السكور ادي البطوله وادي الفلوس وادي كل شيء ان شاء الله مستعد مستعد المهم الخوت حل الحاجه ترى طافيه طافيه مستعد مره اخرى لا شكون تسد الطروبين الطروبين بعيد عليك شوف قرق ابو اللي غيعاونك باش ترقوش خاوي لا عامر شي دور تلقى لي قرق ابو سير واحد ثلاثه سير ديك هذه الخفيف واش تبدلها بدلها الله سير جيني جيني غادي شنو يجي من هنا الخوت او جيني ظهر من العدم كثير متفرانيش متفرانيش كثير 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 والله جيني المهم الخوت حسبنا الوقت اللي دار جيني دار 22 ثانيه تبارك الله بعد ما يزالك تبارك الله تبارك الله وخا تخاف شي رقيبه اش بان لك دير 22 ثانيه شوف دير شي 20 ثانيه تعادل دير شي اقل من 20 ثانيه عاد تولي رابح ان شاء الله عطيها خوتي كالا اجي اقرا انا فيتو بحال جوج فيتو بجوج انت اللي دار دابا تدري 22 دار 20 عاد تعادل الخفيف الاول الخفيف الحمد الخفيف هو لتحت دور بها شويه بما تقادت جيني سير طلع لي اخويا لهيه طلع له طلع لهيه باش يعطي طريق واش خاوي لها عمره صافي الله وقف وجيني ارجع له ارجع له شويه شكون مستعد قول لي جيني نادي الله سير ديك الباب بدايه فاشله غنصنع ثاني شويه يضر من ليه جيني سرنيش 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 مهم الخوت الغريب في الامر هو انهم داروا في الوقت ديال الدوره قد 22 ثانيه ما يعني حتى واحد صراحه جيني شي الوقت اخويا حسبنا قدام داك رقيبه انت الوقت ما حسبناش قدامك ولكن مع الجيم داول الاول كان الوقت ديالو هو اكزاكت 22 الفرق الوحيد هو ان الجيم قبيله كان ربحك بحال جوج نقاط الطرح الاولاني كان ربحك بثمانيه وفي الاخر بقى ربحك بجوج نقاط داكشي اللي خلاها يتفوق عليك اليوم هي رقيبه والنجاح عندنا في بيرمي ديال بيكالا جنيين ان شاء الله مره اخرى نديرو بي ويا جنين الشعور ديالك بالرباح والشعور ديال اخو واحد الشعور اللي صعيب بزاف
كي تجاوزنا هاد الشعار لا حول ولا قوة الا بالله. يلا كل ما خير الجمهور تساوش ابونا ودير لايك بارطاجيو.